سؤال جوهري يقول: ما العامل الحاسم لتغذيتك؟ أن تأكل متى تشاء أو تأكل ما تشاء؟ بمعنى آخر، توقيت تناولك للطعام أم نوعية هذا الطعام؟ ما هو سبيل لحرق الدهون وإنقاص الوزن؟ دراسات غذائية تشير إلى أن تناول الوجبات الكبيرة في الصباح والصغيرة في الليل يساعد في إنقاص الوزن، لأنه عملية الهضم تتغير على مدار اليوم. في المقابل، دراسات أخرى تشير إلى أن كمية الطعام في الفطور والعشاء تؤثر على الشهية وليس على الوزن، بالتالي تناول وجبة إفطار كبيرة لا يسجل فوارق كبيرة في الدهون والأنسولين وسكر الدم. لكن لكل شخص ساعة بيولوجية خاصة به، وذلك بالاعتماد على موعد نومه واستيقاظه.